Muhammadu Mahi Touré mbok yi fan la jogé xana dëkk bi nga xamni grand prix Renji mom lañ ko tuddé kër Cheikhul Islam Cheikh Ibrahim Agnès takbir Allahu Akbar Muhammadu Mahi Touré ayna huwa ya Muhammad Monsieur le ministre kay nga joxé prix Monsieur le ministre kay joxé prix bi premier prix grand prix Sénico édition 2021 20 millions ak biyamaka Mohamed Mahi Touré Al Kaoulakhi takbir Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوكو ديفي نيو جوخ كليفه نيو نيانال نيو نيو سوكو جوك جيرغين جيف kon Mohamed Mahi Touré yekati ne prem Mohamed Mahi Touré yekati ko mbok yi talal len ko loxo champion du Sénégal ci jang alcorane karim Allahu akbar jerejef Mohamed Mahi yobul len mako chaise royale mu jang alcorane amna ben docteur bo xamni neena mo def prise en charge médicale pendant 5 ans serigne Abdou Samad bu serigne Abdou Samad mu serigne Chouaibou néna def na mu daan def kon ñu déglu Mohamed Mahi Touré mom mi nga xamni mo jël premier di champion du Sénégal ci jang alcorane mu jangal ñu alcorane ñu yëkëté ko jotaay bi bismillah cheikh Mohamed Mahi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته
ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فقصم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامضغ علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يخفر ولا يضام اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت
اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شيخ محمد ماهي توري الكولاقي مومو نيو تديال جتاي بي شيخ عبد الله نياس نيغي